طبعا كنا لسه فاكرين المشهد ده، لحظة دخول العريس وعروس الحمدانية إلى قاعة الهيثم قبل اندلاع الحريق، واللي انتشر بشدة في الساعات الأخيرة إن العريس ريفان والعروس حنين قرروا يعملوا فرح جديد، وإن العروس هتلبس فستان أسود في الفرح والمعازيم اللي هيجوا هما كمان هيلبسوا أسود، وكل بقى عنده فضول نفسه يتأكد هل فعلا هيعملوا فرح جديد ولا دي مجرد إشاعة. ده اللي هنعرفه كمان شوية، تابع الفيديو للنهاية علشان تعرف التفاصيل بالظبط. بعد اختفاء عروسين الحمدانية لمدة يومين ومحدش يعرف عنهم أي معلومات، نزل الخبر إن سبب اختفائهم هو إنهم بيحضروا الفرح جديد، والخبر ده انتشر بشكل كبير جدا في العراق والوطن العربي كله، لكن مفيش اي خبر رسمي بيأكد الكلام ده، والعروسين ذات نفسهم ما ظهروش واكدوا الموضوع بنفسهم. فبنسبة 90% ان عروسين الحمدانية مش هيعملوا فرحهم للمرة التانية، لان يوم الفرح ده يعتبر اسوأ يوم في حياتهم، وهما مش عايزين يعملوا اي حاجة تفكرهم باليوم ده تاني، ده غير ان عيد زواجهم هو ذكرى وفاة اهلهم، وبعد وفاة اقرب الناس ليهم مش هيقدروا يفرحوا تاني من قلبهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.